طيب شباب، راح نتابع اليوم جلسة السابقة. إذا إحنا عندنا بيانات جاهزة خاصة بالسايزميك، في مجموعة بيانات بدنا نتعلم شلون ندخلها. طريقة إدخال البيانات والتعامل معها سهل. نروح على السايزميك، هذا اللي شايفينه مجلد سايزميك، نعمل insert new folder، إدخال مجلد. راح أدخل ثلاث مجلدات، insert new folder ثاني، insert new folder ثالث. الآن دخلت أنا ثلاث مجلدات، هذول المجلدات فاضية. راح نبدأ نعبي فيها بيانات السايزمية. البيانات السايزمية موجودة في ملف الـ 3D data الموجود عندنا. أول نوع من الداتا راح نحمله داتا اسمها البيكس. هاي ملفات خاصة بالسايزميك، راح نشوف كيف تنعرض وشلون ممكن نستفيد منها. ملفات داتا البيكس نضغط بزر الماوس اليمين بعدها import on selection ونروح على المجلد نشوف وين عندي شيء اسمه سايزميك انتربريتيشن. سايزميك انتربريتيشن هي داتا البيكس. احدد سايزميك انتربريتيشن، هاي الثلاث الاربع طبقات. طبعا اللاحقه لازم ننتبه على انها تكون جنرال لاين بوينت اسكي، جنرال لاين بوينت اسكي. نعطي اوبن، هاي مقارنه، اوكي فور اول. طبعا اعطاني التمبلتس، هل هو بالزد ام بالتايم، ممكن نعطيه هو بالتايم. منين جايه البيانات اللي احنا راح ندخلها؟ هي بيانات سايزميه، فاحنا نختار البيانات السايزميك، جنرال سايزميك. الآن هاي ملفات السايزمية اللي حملناها، نروح على نافذة الـ 3D ونعرضها بيانات البيكس. طبعا راح نعملها بعد شوي تحويل لحتى تظهر. الداتا الثانية اللي عندي اللي هي اسمها فولت ستيك، هاي البيانات اسمها فولت ستيك ايضا بالفولدر الثاني. نعمل له امبورت اون سيلكشن على فولت ستيك، ايضا نضغط على فولت ستيك. هاي البيانات نحددها بشكل كامل، هاي بيانات تتعلق بالفوال، راح تظهر لي الفوالق كيف شكلها. طبعا بعد ما نحددها كنترول A، اللاحقة هي زد ماب لاين، ننقر على اللواحق زد ماب لاين حصرا. اختيار اي لاحقة ثانية راح يسبب خلل بتحميل الداتا. المجلد الثالث راح نحط فيه داتا اسمها البوليجون. البوليجون هي مثل الحدود، طبعا هذا راح نسميه الفالت، فالت ستيك. داتا الأخيرة هي البوليجون، أيضا import on selection بزر الماوس اليمين. نروح على شيء اسمه فولت بوليجون، اللاحقة أيضا هي زد ماب لاين. نفتح الفولت بوليجون، نحدد الطبقات،
ننتبه للاحقة انها نفسها زد ماب لاين اسكي. نعطي اوبن. هاي الملفات الساذجية ممكن تحصلون عليها بشكل جاهز من قسم الجيوفيزياء. دكتور بلا زحمة سؤال، يعني تفضل دكتور، هاي البيانات يعني هو المسح الزلزالي من يعني يقدر يزودني بهاي البيانات، يعني هيك ينطيك اياها مفصلة يعني بنوع له بيانات وحده يعني. لا، احنا هاي البيانات اللي عم ندخلها حاليا، البيانات اللي عم نشتغل عليها حاليا هي بيانات معالجه يعني السيرفي الاساسي تم معالجته وتم تفصيله لهالاجزاء. فهي هاي مو رو داتا، يعني مو الداتا الاصليه، انما هو داتا الداتا تم معالجتها. اقصد الرو داتا، الرو داتا يعني الرو ملف داتا، واحد. لا الرو داتا، الرو داتا هذيك ملف السيرفي الاساسي تم تجزئه وتقسيمه وتفسيره بهالطريقه هاي، تقسيمه للاجزاء هاي، تمام؟ فهو في معالجه خاصه عن طريق برامج مختلفه خاصه بمجال الجيوفيزياء. احنا الان نريد نستغل او نستفيد من هالداتا. تمام؟ فمثلا عندك انت، تفضل. دكتور يعني هي السيرفي الملف الاصلي هو هذا اللي قاعد ننزله احنا؟ السيرفي انا اقصد به انه نتيجه القياس، لما احنا ارسلنا امواج واستقبلناها اي اعطتني داتا. هذا هو الشيء هذا اللي نسميه، هذا. هاي الداتا نسميها اوه سيرفي. هاي الداتا احنا، اوه شوف هسه الان انا دخلت شيء اسمه فولت ستيك. فولت ستيك هي اماكن او حدود الفوالق، يعني كيف شكل الفوالق الممتده. البيانات السيزميه الاساسيه ما راح تعطيني شكل الفوالق، انما هاي نتجت من التفسير، من تفسيرنا اوكي للاسطح، شكرا دكتور. تمام، وليست من البيانات السيزميك الاساسيه. هذه كلها بيانات استنتاج، مثل البوليجون اللي هي الحدود ايضا هي بيانات استنتاج، تمام. هاي البوليجون اللي هي الحدود الامتداد، فهاي بيانات تستنتج من المسح السيزمي. هاي الفوالق، الفوالق اللي حطينا مجموعة من المقاطع وشفنا وين يصير عندي، وين طبقات تتغير اتجاهها، يعني تلاقي طبقة جاية للأسفل وبعدها طبقة جاية للأعلى، في عندك تغير في الاتجاه، في عندي انقطاع، فهي نسميها فوالق. الفوالق وضعناها في نموذج على شكل عصيات، هذا النموذج نموذج عصيات نسميه فولت ستيك، تمام شباب؟ في شيء سؤال؟ تمام دكتور تمام. الآن لا هذا دكتور استمر. هذا هاي هاي فقط فقط في حال نوجد الداتا كيف نتعلم إدخالها. الآن احنا راح نشتغل بموضوع جديد اللي هو تحديد سماكة بين طبقتين. فإذا أنتم حددتوا لي من الملف السايزمي، حددتوا لي طبقة عليا وطبقة سفلى، يعني حددتوا لي أكثر من طبقة، كيف ممكن أحدد سماكة ما بين هالطبقتين؟ أو إذا أخذنا من بيانات الآبار، أخذنا سطح أعلى مثلا، إذا رجعنا مثل المرة الماضية حددنا الآبار، والسكشن ويندو خريطة السماكة نتعرف فيها على سماكة الطبقة، وين تكون سماكة عالية وين تكون سماكة منخفضة. هذا يفيدنا في توزيع الآبار، في اختيار الأماكن الجيدة، يعني لحتى نحط فيها آبار إضافية.
احنا من بيانات الويل لوج تعلمنا نحدد سطح علوي وسطح سفلي للفورميشن، يعني اخذنا سطح معين للطبقات، رحنا على ستراتوغرافي واخذنا نيو ويل توب، هذا البول توب اللي اضفناه الجديد. طبعا دائما ينزل في اخر القائمه، راح نعطيه ايديت للويل توب. الايديت ويل توب يعني انا راح اضيف سطح معين، هذا السطح. طبعا انتم اشتغلتم هالشغل قبل هالمره، يعني احنا فقط لحتى ننوه لهالموضوع، لموضوع الخريطه. طيب نفس الشغل اللي اشتغلناه فينا نحدد سطح علوي للطبقة. طبعا انا راح احدد لأعلى التعيين مشان السرعة. إذا كان في عندنا بير عامل انقطاع ما بين بيرين، الحل ان نروح نحدد هذا البير، نعمل له إلغاء ما بين البير A16 والبير B2، ما بين A16 والبي 2 نروح نعمل لهذا البير إلغاء. صار عندي اتصال مباشر، نكمل طبعا تفسير للأخير. حددنا سطح أعلى. إذا حددنا سطح ثاني طبعا كيف نضيف السطح من نيو والتوب، نروح ناخذ سطح ثاني، هاي الطبقة لاحظوا هورايزون 2، طيب شباب هاي انتهينا بالشغل. من ويل توب راح نلاحظ الهورايزون 1 والهورايزون 2، نلاقيها بالاستراتوغرافي.
الآن هاي طبقة الهورايزون 1 وهورايزون 2. الخطوة التالية شو هي؟ حد يذكرني؟ نضغط على نحدد؟ ميوت، نحدد السطح الأول والثاني. نحدد السطح الأول والثاني، ممتاز. يعني أحول هورايزون 1 لهورايزون 2 إلى شكل خرائط مشان أروح أحسب خريطة السماكة. خريطة السماكة ما بين سطحين، ونتعلم طريقة إنشائها من هورايزون 1. نعمل له إدخال نيم سيرفس 1 نسميه. جيومتري أوتوماتيك. أوكي. طبعا في تحميل على اللابتوب بسبب فتح عدة برامج، برنامج جوجل ميت وبرنامج تسجيل الشاشة. السطح الثاني كمان راح نعمل له سطح. هورايزون 2 راح نعمل له سطح بعد ما نحذف البيانات الموجودة. نعمل ريموف، ندخل هورايزون 2 نسميه سيرفيس 2 من سجست سيتنج. راح نروح ل الويل والجيومتري اوتوماتيك. هذا الشغل احنا كله مشتغلينه قبل، معروف. هاي السيرفس 1 وهاي السيرفس 2، عملنا صحين. بدنا نحسب السماكة بينها السطحين. لاحظوا بأن السماكة ممكن تقل ممكن تزداد. نعتبره هذا الريزوار مع الشباب. هذا هو طبقة المكمن، هذا الزون اللي بينها السطحين. خريطة السماكة كيف أحددها؟ أروح على السيرفس 1 نقر مزدوج، نروح على خيار الأوبريشن. إذا من سيرفس 1 نقر مزدوج نروح على خيار الأوبريشن. في خيار الأوبريشن راح تلاحظون مجموعة من المجلدات. هاي المجلدات كلها فيها خيارات. مثلا في عندنا هذا الخيار اللي هو الأرثيماتيك. راح أشوفكم خيار الأرثيماتيك مثلا. هاي الخيارات التلاعب بالخرائط. كيف يعني تلعب بالخرائط؟ يعني مثلا انا ملاحظ انه قد يكون عندي خلل، السطحين متقاربين في خلل معين، فممكن مثلا احط زد تساوي زد ناقص كونستانت، واعطي قيمه، احط قيمه مثلا 100 على سبيل المثال. راح نعطيه رن، نلاحظ بأنه نزل للأسفل. إذا أعطينا ناقص 100 يعني بدنا نبعد بين السطحين، تمام؟ لأن حطيت ناقص 100 يعني الزد اعتبرته ناقص 100. لاحظوا السطح كيف صار يبعد، تمام شباب؟ تمام. الآن أرجع لمحله 100 فقط.
يعني بدل إشارة السالب رجعت إشارة الموجب، رجعوا السطحين كما كانوا. هاي منين طلعها؟ من arithmetic operation. وفي عندكم مجموعة من الخيارات، زد تساوي constant أو زائد أو ناقص أو نضربها بقيمة. في عندي من خيار، طبعا هذا هو من الاوبريشن طلعونه. في عندي كالكوليشن، من كالكوليشن في عندي شيء اسمه بالاضافه للفوليوم، في عندي شيء اسمه زد ميك ثيكنس ماب، يعني عمل خريطه السماكه. انقر على الخيار راح يفتح لي مربع لادخال السطح اي هو السفلي، لأن أنا عندي السطح العلوي هو اللي نقرت عليه حددته. تمام شباب؟ تمام. الآن فتح لي ميك ثيكنس، فتح لي خيار أنك بدك تدخل البيز سيرفيس السطح السفلي مشان يحسب السماكة ما بين هالسطحين. نجي نحدد السطح السفلي ونضرب على السهم، عملنا له إدخال. تمام؟ الآن احنا دخلنا السطح السفلي، والسطح العلوي أساسا أنا كنت ناقر عليه بالبداية. نطيرا انشئ لي خريطه اسفل خريطتين سيرفس 1 والسيرفس 2، خريطه تكنس بتوين سيرفس 1 اند سيرفس 2. الآن الخطوة التالية راح نشيل تحديد سيرفس 1 والسيرفس 2 ونخلي فقط خريطة الثيكنس. إذا ضغطتم على زر الكنترول مع مؤشر الماوس مع زر الماوس اليسار ممكن تحركون الشكل، يعني نحرك الخريطة يمين أو يسار. أحيانا الخريطة في مكان ما هو مناسب بالشاشة، ما هو واضح. فكنترول من لوحة المفاتيح مع زر الماوس اليسار بإمكاننا نحرك الخريطة. وإذا كانت الخريطة بعيدة ممكن أيضا من عندي هذا الخيار اللي هو View from Above راح يظهر لي الخريطة فورا بأبعادها الحقيقية بحجمها الحقيقي. طيب نروح على التدرج اللوني. هذا التدرج اللوني أعطاني الثيكنس ديبث، يعني السماكة ما بين السطحين. تلاحظون اللون الأصفر السماكة 50 متر، اللون الأخضر سماكة 150 متر، اللون الأزرق السماكة 400 متر. هاي خريطة السماكة ما بين سطحين. من هالخريطة أنا أشوف وين أكبر سماكة للفورميشن اللي عندي للريزرفوار. أكبر سماكة هي أفضل مكان لحفر آبار. دكتور لازم نزل عليها الآبار ولا؟ الآبار إذا نزلت عليها ما راح تكون بنفس المستوى، لانه هاي الخريطه ما لها علاقه ما هي خريطه عمق. دكتور طيب كيف راح اعرف عند اي بئر السماكه كبيره للتشكيله؟ يعني طيب احنا الفكره هي مو لحتى نشوف الابار اللي عندي وين مكانها. طبعا هذا الخيار سهل، انا بامكاني انزل الخريطه للابار، بس انا الفكره من هالخريطه هي نحدد وين السماكات العاليه على الخريطة، وين عندي سماكة عالية. السماكة العالية هي اللي تفيدني، المنطقة السماكة العالية هي اللي لازم أوجه عليها الحفر. ثانيا إذا أنا أريد أقارن، إذا عندي آبار وأريد أقارن فأنا أقدر أقارن، لأنه هاي تعلمناها قبل شوي. أنا أروح أنقر على خريطة ثيكنس نقر مزدوج، راح تفتح لي الخيارات. أروح على الأوبريشن، من اوبريشن اضغط على الارثيماتيك،
من arithmetic اضغط على زد يساوي زد ناقص الكونستانت واحط قيمه. هاي القيمه طبعا اذا حطيت قيمه موجبه راح تنزل الخريطه للاسفل، سالبه راح تطلع الخريطه الاعلى. من operation arithmetic زد تساوي زد ناقص كونستانت، هاي حطينا قيمة، طبعا راح أحط قيمة كبيرة نوعا ما أو خلينا على 100. طبعا المسافة ممكن تكون كبيرة نوعا ما بين الآبار والخريطة، يعني احنا بالنظر واضح انه في عندي مسافة كبيرة، فراح أحط ألف أنزل الخريطة بمقدار ألف. لاحظ الآن الخريطة صارت نزلت الخريطة تحت في مستوى الآبار، واضح أخي إبراهيم؟ إيه تمام دكتور، لأن إذا شفت بس الخريطة يعني مثلاً أنا نزلت الخريطة، أنا نزلت الخريطة على مستوى الآبار اللي هي خريطة السمك، أنا نزلت على مستوى الآبار. لكن مثل ما تكلمنا احنا هذا يفيدنا بتوقيع ابار جديده، يعني اضافه ابار جديده للمكمن. الان صار عندك بامكانك تتحكم بالخرائط كيف ما شئت عن طريق الخيار الارثماتي، واضح؟ تمام دكتور. طيب هل اتجاه الخريطه يعني كيف راح اعرف شمال وغرب؟ حلو سؤال حلو. الان انت عندك في سهم بالأسفل، هذا السهم يتجلك للشمال. الآن شوف راقب السهم، الآن هذا الشمال، تمام هذا الشمال. الآن إذا حركت أنا الخريطة درتها وين صار الشمال؟ هذا الشمال. ففي اتجاه، وأيضا في أنت عندك تستفيد من الأكسس اللي هو الأحداثيات الاكس والواي، بس تحددها ايضا، هذا يعرفك اتجاه الخريطه. واذا اختلطت علينا الامور، ما عاد عرفنا انه احنا الخريطه ممكن نقلبها مثلا راسا على عقب، فايضا احنا دائما لازم نشيك على خيار فيو فروم ابوف مشان ما يصير عندي خلل اني انا اكون عكس الخريطه، اتعامل مع الخريطه بشكل مقلوب، فاعطي خيار فيو فروم ابوف. واضح؟ مؤشر السهم من الأسفل هذا تتابعونه، هو يعبرك عن الشمال. لاحظ هو البوصلة هاي، في عندك سؤال؟ دكتور هو بس الفكرة أنه الهدف يعني من هالخريطة أن أحدد سماكة تشكيلة يعني أو قابل سطحين صحيح. واحد واثنين تمام. وانا بدي استفيد اكيد من هالمحل ما في سماكه كبيره بحيث انه مثلا احفر ابار اضافيه، بس انا لازم اكون عارف بالضبط يعني وين هالسماكه صايره عند باي موقع. صحيح طبعا عندك انت، انا اعتمد على موضوعين، اعتمد على الاحداثيات اللي عندي اللي هي الاكس والواي، هذا يفيدني، والموضوع الثاني هو هذا الاتجاه النورث، فانا صار داتا كامله. يفيدك ايضا انت لما تعرف السماكه الكبيره في، وفي عندك ميول مثلا، في عندك ميول، احنا السماكه الكبيره ممكن هي تفيدنا بحفر الابار الافقيه او في ما تكلمنا توزيع شبكه ابار اضافيه في موضوع الحقن، فهذا كله نستفيد منه من خريطه السماكه. الان راح ننتقل لانشاء خرائط. الجزء الثاني بجلسه اليوم هو انشاء خرائط. انشاء خرائط إذا أنا ما عندي أي شيء، يعني ما عندي أي داتا، أنا أريد أنشئ خريطة لوحدي، ما هي الطريقة؟ يكون أنت عندك مثلا شكل الخريطة أو الخطوط الكنتورية عطيناك شكل رسم، وأنت تريد خريطة على البترل. الطريقة راح نبدأ بالخطوات واحدة واحدة، ننقر على أي خريطة عندي اللي هو السيرفس واحد اللي أنا عملته، راح أنقر على خريطة السيرفس واحد اللي عملتها.
هاي خريطة سيرفس واحد. أروح على خيار اللي هو اسمه ميك بوليجون. الميك بوليجون فتح لي نافذة فيها الريزلت. الريزلت ممكن أختار شكل، طبعا شكل دائري أو شكل مختلف، فأنا دائما راح أختار شكل دائري. الريزلت في الشيب، طبعا في الشيب عندي شكل دائري وفي عندي شكل مختلف، احنا نختار شكل دائري ونروح على الاحداثيات اللي هي اكس واي وزد. الان انا راح اخذ البوليجون اللي اريد احدده، راح اخذ نصف مكان الاكس، يعني ادخل الاكس قيمه الاكس من المنتصف. ايش قد احداثي الاكس؟ هو 4 5. طبعا هذا الاحداثي انا راح ادخله، بس انا مدخله من قبل. هذا الاحداثي هو 4 5 6 أو 4 5 5 3 أصفار. تمام، هاي نص المسافة صارت، لأنه هاي 4 5 4 وهاي 4 5 6. إذن 4 5 5. أروح على الواي أخذ أحداثي نص الواي مثلا 6 7 8 500. الزد، الزد اللي هو العمق، شقد عمق الخريطة هاي اللي عندي؟ ناقص 2000، فأخذ ناقص 2000. يعني السطح اللي راح أنشئه أو الخريطة اللي راح أنشئها راح تكون على نفس العمق الخريطة. الآن البوينت كم نقطة راح تظهر عندي؟ ممكن أختار، طبعا أختار رقم يعني مناسب 40. راح نشوف شو معناتها الرقم. الراديوس اللي هو القطر، يعني قطر الشكل اللي راح يظهر عندي البوليجون. قطر البوليجون طبعا انا ما يعني هذا بالمتر راح يكون كقطر، ما راح اختاره 100 أو 200، اختار مثلا 2000 كقطر، يعني يكون قطر 2000 متر، لانه انا اريد انشئ خريطه. واعطي رن. هذا البوليجون اللي حددت له الأحداثيات. ب هذا البوليجون راح يظهر شكله، بس نحدد طبعا من جنب من الخيار البوليجون، راح تظهر على شكل دائرة. راح ألغي الخريطة السابقة. هاي الخيارات، هاي العملية باختصار. نروح على السيرفيس ونلغي تحديده. ظل عندي فقط البوليجون. View from above قرب لي شكل بوليجون. هذا شكل بوليجون اللي هي الخريطة. طبعا أروح أنا على بوليجون editing اللي هو لحتى نرسم شكل الخريطة عن طريق بوليجون editing. تضغطون على الدائرة، دائرة البوليجون، راح نلاحظ أنه ظهر لي تحديد. التحديد هذا راح نشوف شو فكرته.
اوكي اذا من خيار بوليجون اديتنج اظهر لي النقاط باللون الابيض. هاي النقاط باللون الابيض اي نقطه ننقر عليها راح يظهر لي مستويين، مستوي افقي ومستوي عمودي. عندما نحرك احنا هالنقطه في مستوى افقي يعني كأنه جرينا هالنقطه بالخريطه الى داخل المجال. المستوى العمودي يعني كأننا نرفعها للاعلى او للاسفل، يعني كأننا نتلاعب بالارتفاع. فصار انا عندي بعدين، اني اغير بالمساحه او اغير بالارتفاع. لاحظوا هاي النقطه راح ارفعها للاعلى. طبعا احنا ما نجيب نقطه واحده، نجيب مجموعه من النقاط، نخلي خريطتنا يعني تكون فيها سموثلي، يعني ما تكون فيها حركات حاده او زاويه، يعني تكون الخطوط واضحه. لاحظوا طبعا احنا نجيب ممكن من اي نقطه على حسب الشكل اللي عندنا. هاي متى ما حددت عن النقطه البيضاء ممكن تسحبها. لاحظوا عم احرك النقطه بشكل افقي، هذا في المستوى الافقي. ممكن اطلعها برا البوليجون، هذا التحرك في مستوى افقي. بعدين التحرك في مستوى شاقولي، نضغط على تلاحظون في عندي خط عمودي، الان حركتها للاعلى. يجوز تعذبكم اول مره فقط، بس تاخذ ايدكم عليها ممكن تصير موضوع سهل. انا راح اخذها شكل طيه محدبه او شكل محدب، لذلك راح اعمل رفع للنقاط واقرب النقاط في منتصف من القطر لحتى اعمل شكل محدب. متى ما انهيت العمل، يعني احنا بشكل تقريبي طبعا عم نشتغل، انتم تشتغلوا شوي معاكم وقت كافي. متى ما انهينا العمل هذا البوليجون اللي عندي يعني اللي دكتور، هلا اذا احنا بس سؤال دكتور، تفضل. هلا احنا بس نشتغل انه كيف بدنا نعرف مثلا قديش بدنا ندخلهم لجوا، او انه شو الفرق مثلا اذا دخلناهم او خرجناهم لبرا؟ انه صحيح، الان احنا على حسب شكل الخريطه اللي يريد تظهر معانا. يعني انت تريد تظهر معاك خريطه على شكل طيه محدبه، تمام؟ اذا في انت عندك شكل اساسا مسبق، عندك شكل مسبق واضح انه في عندك جزء مثلا في ميول، في جزء في انحدارات، في جزء في، فانت هذا ممكن تطلع نقاط لبرا، ممكن تدخل نقاط لجوا. طبعا احنا راح نلاحظ، راح نشوف هاي النقاط كيف راح تتحول، راح نشوف كيف النقاط راح تتحول عندنا لخريطه. هاي البوليجون اللي تلاحظه له شكل دائري، تمام. الآن هذا راح أروح على ميك سيرفيس وحوله إلى شكل خريطة. احنا هاي خلينا نقول يعني خريطه على شكل نموذج، يعني انت لسه ما في عندك شيء داتا واضحه. انت مثلا مستنتج شويه داتا من البيانات السازميه وبدك تنشئ خريطه يعني تقريبيه. ما نقدر نقول خريطه صحيحه 100%، يعني تقدر تقول خريطه من دون ما يكون عندك داتا كافيه. لاحظ الخريطة اللي ظهرت معانا. أنت على حسب يعني أنت ترفع النقاط طبعا
مجرف النقاط هو يتعلق بالعمق النقاط اللي عندك. يعني أنا ما أرفعها مثلا بشكل كبير إلا على حسب العمق، تمام؟ أنا عندي العمق ناقص 2000، فممكن أرفع النقاط بشكل بسيط أو بشكل كبير على حسب ارتفاع الإيش اللي هو الطي. لاحظ الآن هذا هو الزد، هذا الزد، يعني أنا رفعت النقاط لـ 1500، بلشت أخذت سطح الطبقة السفلي 2000 ورفعت النقاط لـ 1500، يعني عملت شكل طية محدبة، تمام؟ طبعا هذا انت تتحكم بالنقاط وابعادها ممكن. بس هي الفكره انه كانت انه مثلا قديش كانه شو قديش بدي ادخلها لجوا او انه حسب على حسب الشكل اللي عندك، يعني على حسب انت عندك خريطه مثلا فيها في الوسط فيها طيه، او انت عندك شكل طيه محدبه او شكل طيه فالقيه فيها بس فقط ميول، تمام؟ هذا هو اللي يحدد لك، لانه انا لما الفكره مو بادخالها لجوا، الفكره برسم شكل. انا دخلت قسم لجوا، دخلت انت بس ان اشتغلت عليها راح تلاحظ انه اذا انا دخلت كل النقاط للوسط راح يظهر عندي شكل طيه محدبه، تمام؟ دخلت قسم من النقاط من هالطرف، دخلت وطلعت قسم ممكن اخذ مثلا شكل طبقه مائله. هذا يتعلق بالنقاط والشيء اللي تشتغله. انا ممكن اخذ السطح القديم اللي هو سطح البوليجون، سطح البوليجون القديم ممكن اخذه، ممكن اعمله نسخ، لان نسخته هذا السطح القديم، السطح القديم نسخته، ممكن اعمله تغيير في العمق، يعني اخذ العمق مختلف. اذا كان انت عندك السطح متطابقين او متشابهين، اوكي راح منكم الصوت شوي شباب، لانه شو عملت، اخذت السطح القديم ذاته البوليجون، عملت له نسخ ولصقته، وبعدين من تحت من الارثماتيك بالنقل المزدوج رحت غيرت عمقه، تمام؟ اخذت له عمق جديد، صار له عمق مختلف، وبعدين من سيرفس راح اعمل له سطح، راح اعمل له شكل خريطه، او ممكن انا اغير به، اتلاعب به، يعني ممكن اغير بشويه احداثيات، ايضا هذا الامر جائز، ممكن اغير فيه او ممكن اخليه نفسه، يعني على حسب الشكل اللي يكون عندكم. نروح نعمل له ميك سيرفس، عمل لي شكل ثاني. طبعا احنا الشكل مثل ما تكلمنا هو لا على التعيين، فقط للتدريب، يعني انتم الان تتدربون وبس يصير عندكم داتا حقيقيه من شركات، بعدين الواحد يشتغل بشكل دقيق. احنا حاليا نتدرب، تمام؟ الان صار عندي سطحين، ممكن ننشئ مجموعه اسطح بنفس الطريقه هاي، عم ننشئ خرائط من دون اي مدخلات. الاحداثيات اللي اخذناها اعتمدنا على الاحداثيات القديمه الموجوده الاكس والواي والزد، وعلى اساسها عملنا خرائط جديده غير موجوده سابقا. واضح شباب؟ دكتور يعني بعد اذنك اذا سمحت، وهي دخلنا الابار، وهي دخلنا الابار عليها. طبعا الابار ما هي متقاطعه، اذا رحنا نزلنا السيرفس القديم، اذا نزلنا السيرفس القديم اللي عندي هو متقاطع مع الابار. لكن بس دكتور هلا هون الهدف شو من هاي الخرائط اللي نعمله؟ الخرائط اذا كان عندك مبدئيا، احنا قبل ما ندخل بجلسات النموذج، جلسات التعلم عن انشاء النموذج، لان احنا بدنا نتعلم انشاء خرائط، كيف انت تنشئ خريطه من مثلا يكون انت عندك احداثيات اكس واي وزد للخريطه، تمام؟ وانت يكون عندك نقاط، اذا كان عندك خريطة كونتورية تعرفها، اذا كان عندك افتح لك
رسام. اذا كان عندي خريطه كونتوريه، الخريطه يعني الكونتوريه شو راح يكون فيها؟ راح يكون فيها احداثيات، راح يكون فيها احداثيات، اعتبر هاي خريطه كونتوريه، راح يكون فيها دوائر، مو صحيح؟ خريطه الكونتوريه مو فيها دوائر؟ صحيح. واعماق؟ مو اعماق؟ طيب او ارتفاعات. دوائر هي الاعماق، ارتفاعات او اعماق، لان انا عندي راح يكون عندي اكس احداثيات اكس واي واعماق، صح؟ فانت اذا اخذت احداثيات هالخريطه هاي الاكس والواي وجيت اخذت نقاط معينه من هالخريطه زد، مثلا عمق هذا السطح زد بهالنقطه وهالنقطه زد وهالنقطه اخذت لها زد، تمام. الان انا عندي اي نقطه اخي ابراهيم، اي نقطه عندي هاي اختاريتها، مو راح يكون لها اكس وراح يكون لها واي وراح يكون لها زد، صح؟ صحيح. طيب الان انا الشكل اللي اظهرته قبل شوي مو كان له اكس واي وزد؟ ممكن نحرك الشكل، نحرك النقطه بشكل افقي باتجاه الاكس او باتجاه الواي، وبعدين نحركها بالارتفاع باتجاه الزد، صحيح؟ وبالتالي اذا انا اخذت نقاط من هالخريطه هاي الاساسيه اللي عندي، انت تعتبر عندك خريطه ورقيه، اذا اخذت هالخريطه هاي اخذت نقاط، مجموعه نقاط، تمام، صار بامكاني انا اتابع انه هاي لها على الاكس كذا، على الواي ولها ارتفاع ايضا بهالنقطه لها ارتفاع، يعني انا حركت النقطه بشكل افقي، معي؟ نعم معك. حركت النقطه بشكل افقي ضمن احداثيات الاكس واحداثيات الواي، وحركتها بشكل عمودي، بعد ما حركناها عملنا الشكل تقريبي، بعدين حولناه الى سطح، هذا السطح هو خريطة. إذا كانت هالطبقات هاي، أحياناً أنت تعرف الطبقات الجيولوجية تكون طبقات مطابقة، يعني طبقات لها نفس الشكل، ما يكون الاختلاف كبير، فممكن أنا أعمل نسخ لها الخريطة وأرجع أحولها لشكل، أعمل نسخ للبوليغون، مو الخريطة، البوليغون، ممكن أعمل نسخ للبوليغون وأرجع أحوله لشكل خريطة، أو أعمل نسخ للبوليغون وأعدل بالبوليغون عشان ما أرجع أغير، يعني تعرف أنت إنشاء هاي الخريطة أمر متعب، فمشان ما أرجع أعملها مرة ثانية ممكن أعمل نسخ للبوليغون، والبوليغون الجديد هذا اللي أدخلته أروح أعمل له إيديت بوليغون، بوليغون إيديتينج، وأروح أغير، شايف هذا السطح الآن السفلي، الآن ممكن أغير الأحداثي باتجاه الإكس على حسب محور الإكس وعلى حسب محور الواي، أو باتجاه الزد الارتفاع. دكتور هاي حجم الدائرة حجم الدائرة حجم الدائرة على حسب الخريطة اللي عندي، أنا ليش أخذت قطر؟ مثلا أنا أخذت 2000 متر، اعتبرت هاي الخريطة قطرها 2000 متر، أنت على حسب القطر اللي عندي. تمام. تاخذ كل الأبعاد تاخذها حقيقية، الإكس، أحداثيات الإكس، أحداثيات الواي، القطر، 2000 متر، عدد نقاط يعتمد على الدقة اللي أنا أريد أتعامل بها. يعني أنت ممكن تدخل 200 نقطة، ممكن 50 نقطة، ممكن 10 نقاط، كل ما زدت عدد النقاط كل ما يعني هاي النقاط يكون عندها احداثيات، يعني انت هاي النقاط اللي تدخلها مثلا انا محدد الان حوالي 20 نقطة، انت على الاحداثيات انت هاي النقاط اللي بدك تدخلها يكون عندك احداثيات لها اكس واي وزد، تنشئ خريطة. لان احنا كنا نعتمد على بيانات الابار، الان راح نعتمد على الخرائط موجودة، خرائط كونتورية نحولها على البترل. صعب النموذج؟ عادي. نقدر نشوف في إشكال؟ في حدا عنده سؤال؟ إبراهيم؟ متين؟ خطوات الإنشاء يعني بسيطة، بس دائما هو بيكون عنا بس الفكرة إنه نعرف بس الهدف من أي قصة عم نعمل. تمام. حلو. إذا عندك أنت مثلاً